نتنوع الموضوعات التي نوقشت خلال مباحثتنا عكست بجلاء التقارب الواسع في مصالحنا الاستراتيجية والاتساق الخبير في رؤانا تجاه العديد من القضايا، كما أظهرت أيضا وجود إمكانيات هائلة لتطوير شراكتنا الاستراتيجية في عديد من المجالات. معالي الوزير، تشرف صباح اليوم باستقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، طبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات، قدر التوافق القائم فيما بين رؤى البلدين سواء في مجال تطوير العلاقات الاستراتيجية فيما بيننا أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية. نحن نعول كثيرا على التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في دفع الجهود التنموية، في العمل على تحقيق الاستقرار وفقا للمبادئ الشرعية الدولية ووفقا للمصالح المشتركة التي نعمل على تعزيزها. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط طبعا واحتلت قدر كبير سواء من مباحثات معالي الوزير مع فخامة الرئيس أو فيما يتعلق بمباحثاتنا الموسعة، فالقضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال هذه المباحثات، والأهمية لتحقيق الاستقرار، لمنع أي نوع من التصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. تأكيد أنه التطورات الأخيرة هي تطورات مؤسفة، نعمل على احتوائها والتوصل إلى إعادة التهدئة وإعادة العمل على مراعاة مصالح كل الأطراف وأيضا استقرار المنطقة. تباحثنا خلال لقائنا أيضا فيما يتعلق بقضية سد النهضة وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف الثلاث، وبما يحافظ على هذه المصالح وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري. أيضا تناولنا قضية ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي نعمل سويا على التغلب عليها، بالتأكيد أنه مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف من ضمن الأولويات الرئيسية. نعمل سويا من أجل عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة الاحتفال بمئوية العلاقات، وهذا يزداد أهمية في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي لا تواجه مصر منفردة ولكن تواجه كثير من الدول النامية في العالم، ونتطلع بأن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات. برحب معالي الوزير مرة أخرى، ودائما سعيد بلقائنا وأعتبره صديق ونظير، دائما كانت لقاءاتنا مثمرة وبتعمل في إطار خدمة مصالح المشتركة للبلدين، وسوف نستمر على اتصال وثيق خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة.